السلام عليكم اصحاب عاشق الدراجات النارية. اليوم جيناكم بالناش سي ار 15، يعني كما كتشوفوا الشكل تاعو اللي هو جميل، اللي هو جيد واللي كيتميز الناش بالشكل تاعو الرائع. كما كتشوفوا دابا الصينيالات، يعني في الصينيالات اللي هما في الجن اللي هما كاينين هنايا، كما كتشوفوا الناش الشكل تاعو اللي هو تشبه شويه البينيلي، وكما تشوف الرويد اللي هما تيب بلوس، والشكمة تاعي اللي هي تي بحال تاع البيني اللي كتشوفها متلتة، يعني اللي عطيت واحد التيكور مزيان. وكاين هاد الكارتيرة تاعي اللي كاينة اللور، يعني حدا الرويدة اللي كتعطي واحد الشكل اللي هو رائع. يعني وعندنا حتى يعني فرانات اللي هما زيت اللي هما دياسك، كما كتشوفهم اللور اللي هو واحد الشكل اللي هو مزيان، ويعني واحد التصميم اللي هو رائع. مونتسور في مونتسور وسط، مونتسور واحد، يعني الناس كتميز بواحد المونتسور اللي هو الوسط، وموتور اللي هو جيد وخفيف من البينيلي. وبالنسبة للبارابور كما كتشوفو تا هو الشكل اللي هو مزيان، كما كتلاحظو الركبة فيه اللي هي مزيانة. والناش هذا فيه مانيفير، يعني ماشي بحال كما كتعرفوا بلي ما فيش مانيفير، يعني في مانيفير وفي باتري، يعني تدمار وكتماري من الباتري، يعني مزيان. يعني النش اللي هو مزيان كما تشوفوا المرايات اللي واقف في قيدونا اللي هو تحكم به، انتو ما كتشوفوا النش، يعني السرعه تاعو اللي هي زوينه، يعني اللي هو 25 في التقريعه، ما بين التقريعه مزيانه كما كتشوفوا، الركبه فيه مزيانه. وبالنسبه للنص اللي هو موتور اللي هو جميل، كيتميز بشحال من حاجه، يعني بالشكل تاعو وبالسرعه تاعو، يعني السرعه تاع 25 يعني في الدورات اللي هو كيكون محكوم، يعني في الدورات كيجي مزيان في الفيراجات. والموتور اللي هو في الركبة كتكون مرتاح. ونتمنى انكم عجبكم الفيديو، يلا الله يعاون في فيديو اخر ان شاء الله.